ويرجع لنا بألف سلامة، ويرجع ويدير المنظومة اللي احنا تعودنا عليها كلها من النادي الأهلي. نادي كبير ونادي مبادئ. احنا مش بنقول الكلام ده مجرد شعارات زي ما بيتقال، لا فعلا هو النادي الأهلي احنا اتربينا فيه كده وطلعنا فيه كده، وهيفضل طول عمره كده سواء بينا او من غيرنا، لان دي قلعه ونادي قرن. وقول زي ما انت عايز تقول على النادي الاهلي، فالنادي الاهلي دايما نادي صحيح. كبير وهيفضل كبير ان شاء الله بطولاته، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى احسن واحسن ان شاء الله. كابتن مصطفى انا بشكر حضرتك كده، يعني واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي المجري، يعني كابتن مصطفى